الشؤون المعنوية النهاردة عملت فيلم اسمه بطل بيسلم بطل. احنا عارفين ان اليومين دول احنا في شهر 3 او في شهر مارس الدولة بتحتفل بيوم الشهيد اللي هو يوم 9 مارس. خلوني اقول لكم ليه اسمه يوم الشهيد او ايه السبب. يوم الشهيد ده هو تخليد لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. الفريق عبد المنعم رياض من الناس المؤثرين جدا جدا في الجيش في فترة ما بعد النكسة. بعد نكسة 67 الرئيس جمال عبد الناصر استدعى الفريق عبد المنعم رياض عشان يبقى رئيس أركان حرب الجيش، وعلشان يبقى مع الفريق محمد فوزي اللي كان وزير الدفاع ان هم يبتدوا يعيدوا تاني بناء الجيش ويوقفوا تاني على رجله بعد النكسة. الحقيقة ان الفريق عبد المنعم رياض بالذات كان ليه دور قوي قوي في حرب الاستنزاف، وقدر كمان ان هو يكبد العدو خسائر كبيرة جدا في خط بارليف. الفريق عبد المنعم رياض كان في زيارة للجبهة في اليوم ده، وحصلت معركة بين العدو وبيننا واستمرت حوالي 7 ساعة ونص، والفريق عبد المنعم رياض الحقيقة كان واقف زي الأسد وسط الجنود بيوجههم يعملوا ايه ويتحركوا ازاي. لكن طبعا بسبب ان كان فيه هجوم عنيف وكانت فيه معركة عنيفة جدا أصاب بشظية واستشهد على أثرها، والرئيس جمال عبد الناصر أهداه وسام الشرف وأهداه فريق أول. عشان كده الدولة بتحتفل كل سنة بيوم الشهيد يوم 9 مارس. فالشؤون المعنوية عملت فيلم حلو جدا اسمه بطل بيسلم بطل. خلينا نشوف الفيلم ده ونرجع نشوف اللي حصل. أن تعيش 50 عاماً وتصنع كل تلك المعجزات، عمر البطل 50 عاماً جسد فيهم كل معاني الشرف والجندية والقيادة والتفرد. من عام 1919 إلى عام 1969 تستطيع أن تكون فيهم نموذجاً يحتذى به وقدوة عسكرية من طراز فريد، تجعل كل عسكري وضابط مصري وعربي ينظر له بإجلال. خمسون عاماً تقضي منهم 32 عاماً على جبهة القتال. يجب أن نعترف أننا أمام خطر يجب علينا أن نتعايش في سبيله. وتموت واقفاً وسط جنودك وتنال شرف الشهادة وتضرب المثل الأعلى في العطاء والشموخ. الفريق أول عبد المنعم رياض الجنرال الذهبي الذي صار يوم استشهاده يوماً للشهيد، فكان نعم القدوة والمثل لأجيال من الأبطال.
حسين مجدي من قوات الصاعقة. اسمحوا لي أكلمكم النهاردة عن تجربة مقاتل أصيب أثناء القتال وكان قريب قوي من إنه ينال مكانة عظيمة، مكانة الشهيد. في يوم تم تكليفي بقيادة مجموعة من زمايلي الأبطال للهجوم على إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة والقضاء على جميع العناصر التكفيرية الموجودة في هذه البؤرة. وبعد تخطيط جيد جداً وعزيمة رجال أبطال إننا ما نسيبش شبر واحد على أرض سيناء غير لما نطهره من العناصر التكفيرية، وبفضل ربنا ومستوى تدريب راقي قدرنا نفاجئ العناصر التكفيرية في أماكنهم ونقضي على عدد كبير منهم. في الوقت ده كان بيدور قتال شرس جداً باستخدام جميع أنواع الأسلحة. كل طلقة بتعدي فوق رؤوسنا أنا وزمايلي كانت بتقوينا وبتخلينا أكتر صلابة وإصرار على تحقيق النصر وتنفيذ المهمة بنجاح. وأثناء القتال وأنا بأمن أحد زمايلي واللي كان عليه تعامل شديد أصبت بطلقة في الصدر، وقعت على الأرض. حسيت بنزيف شديد، كانت طلقة من عيار كبير ولكني لم أستسلم. مسكت سلاحي ووقفت على رجلي، غيرت خزنتي واستمريت في القتال مع زمايلي. كان كل تفكيري في هذه اللحظة إني أقابل ربي مقبل غير مدبر، وإن المهمة تتنفذ بنجاح. وبفضل ربنا واحترافية زمايلي اللي قدروا يقدموا لي الإسعافات الأولية ويوقفوا النزيف أثناء القتال، أنا موجود معاكم النهاردة. الإصابة دي يا فندم هي أغلى وسام للمقاتل ممكن الحصول عليه بعد الشهادة. وزي ما قررت عدم الاستسلام للإصابة في ميدان القتال، أنا قررت الاستمرار بالخدمة في قوات الصاعقة وطلبت العودة للخدمة في سيناء مرة تانية. وده مش غريب على أي مقاتل في قوات الصاعقة أو في الجيش المصري، لأن في عقيدة ثابتة جوانا بتحركنا وبتتحكم في أفعالنا، إن في أوقات الحروب والفتن بيكون في فئة خاصة من المحاربين على استعداد دايماً لتلبية نداء الوطن. رجالة من طراز فريد عندهم رغبة غير عادية في تحقيق النجاح والنصر. رجالة بتخدم وطنها بشرف داخل وخارج ميدان المعركة.